لبست الشرابة بعد غسل الرجل اليسرى الشراب. لبست الشرابة بعد غسل الرجل اليسرى ثم غسلت اليمنى ولبست الشراب. هل هذا لا يؤثر؟ لا العكس، هو مكتوب هكذا يعني. غسل اليمنى ثم لبس الشراب ثم غسل اليسرى ولبس الشراب. هذه عادة الناس. فهل هذا لا يؤثر في على كمال الطهارة أم لا؟ ذكر بعض العلم أن إذا غسل اليمنى ثم لبس الدس أو الشراب فيها ثم غسل اليسرى ثم لبس، أنه لبس اليسرى لبس اليمنى قبل أن تتم الطهارة. والنبي قال إذا أدخلتهما طاهرتين، والعلماء قالوا لابد من شرط المسح يدخلهما طاهرتين. فلهذا قال بعضهم لا يمسح على هذه الطهارة إلا إذا أخرج اليمنى ثم أعادها، إذا أخرج اليمنى بعد غسل اليسرى ثم لبسها بعد ذلك حتى يكون لبسها على طهارة كاملة. وهذا من باب الاحتياط حسن، إذا لبس اليمنى الشراب يعني أو المدس أو الخف اليمنى ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف فيها بعد ذلك، الأحوط أن يخلع اليمنى ثم يعيد لبسها حتى يكون لبسها بعد الطهارة الكاملة. ولو لم يفعل فالصحيح أنه يجزي. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة وقالوا إن الطهارة حين لبس اليمنى قد قاربت، وهو في حكم الطاهر، يعني حكم الطاهر لأن الطهارة اتصلت وانتهت بسرعة وبطهارة كاملة، فصح ذلك لأنه ما بقي إلا يسير وغسل اليسرى، فالطهارة الآن قد قاربت. فإذا لبس اليمنى قبل غسل اليسرى فالطهارة المقاربة وقد انتهت على وجه شرعي في الحال وكملها في الحال فتصح، ولا حاجة إلى خلع اليمنى ثم لبسها، ولكن إذا خلعها ثم لبسها حتى يكون من الخلاف وحتى يكون لبس اليمنى على طهارة كاملة فحسن، وفيه بعد عن الشبهة وعن الريب وعن الخلاف.